سيدي الوزير الأول المحترم، فيما يخص الجماعات المحلية، سيدي الوزير، احنا سيدي الوزير الداخلية اللي نحييه وكان نجح نهار ثقة السيد رئيس الجمهورية في مناطق الضل، واليوم القانون البلدية وقانون الولاية، اليوم المنتخبين اللي يلبوا النداء تاع السيد رئيس الجمهورية في الجزائر الجديدة لقاو واقع آخر. أما سيد الوزير الداخلية المحترم، نطلب من سيداتكم من سادة الولاد يردوا شوية يديهم على تجميد المجال الشعبية. احنا إن شاء الله سيد رئيس الجمهورية على 3 أيام عندنا انتخابات في 6 بلديات في بجاية وتيزي وزو، غير ممكن باش نكونوا في حالة من الشرعية نخرجوا في حالة. وشكرا.